معظم حالات الطلاق هي سببها العصبية، العصبية أو تدخل الأهل، أو ممكن أنه أهله يفرضون عليه أنه أنت لازم تطلق زوجتك. فمو شرط، يعني هو مرات مو يكون قرار، هو يكون يعني هو نهائيا بعيد كل البعد عن القرار، مرات أنه هي كلمة عصبية فتأخذ إجراءاتها وتصير قرار. أنا يعني دائما الأمثلة اللي يصير وياي بصراحة هي سببها الرجل، يعني الرجل التسرع، تسرع وبعدين يقول أني رجعت الصوابي، أو أني كان تفكيري خطأ، أو كان تدخل أهل فخلي أغض النظر، فترجع الأمور إلى مجراها الطبيعي.